يا كل أسرة مسؤولة عن طفل أو إنسان كبير في السن ضعيف بعد هذا العمر أو إنسان ذو إعاقة مهما بلغ من العمر، ويا كل واحد أو مؤسسة مسؤولين عن رعاية طفل أو أطفال أو ناس من الكبار في السن أو ناس ذو إعاقة. أولا لكم مني كل الشكر كإنسان بقدر المراعاة منكم لهؤلاء الضعاف وصبركم في أداء هذا الواجب، وأكيد سوف ترزقون البركة من رب السماوات والأرض على اهتمامكم بهذه المسؤولية، أو سوف يكون لكم العقاب منه على الإهمال لها في أي حال. فكونوا بقدر المسؤولية في تعاملكم مع هؤلاء الضعاف في توفير وإعداد المأكل والمشرب الملائم لهم والصبر الكامل عليهم أثناء قضاء حوائجهم، ولاعبوهم أو ساهروهم في كلام في حدود الذهنية المتاحة لهم، وكونوا متابعين جيدين المتابعة التامة في الحفاظ عليهم أو أي تغييرات تحدث لهم إذا كانت ظاهرة لكم، فوجهوهم دائما للأفضل، وإذا كان أمر غامض فاعرضوهم على المتخصصين. هنيئا لكم بمرافقة هؤلاء، وتأكدوا بيقين أن هذا من أفضل الأمور الإنسانية، ومن رافق حالا من هؤلاء فإن الرزق العظيم مرافق له، وكل من حن على هؤلاء حن عليه رب السماوات. وفي الأول والآخر أنت كنت طفل، ولولا وجدت من رعاك ما كنت الآن. نطلب منك الاهتمام، وممكن أن تكون أيها الإنسان كبير في السن أنت كمان، وتحتاج من يكون معاك وفي كل الأمور يرعاك. وممكن كنت أيها الإنسان معاق منذ الاحتياجات الخاصة منذ صغرك، وفي حاجة لمن يتابعك حينئذ ويرعاك، فلا تعرف ماذا يحدد لك القدر، ولكن الواقع أنك الآن تمام ومسؤول عن أحد الضعاف من هذه الأمثال. فكون بقدر المسؤولية والتزم بقوة الاهتمام، ربما تكون في وقت جاي في حالة من هذه الحالات أو في أصعب منها لا قدر الله، فتحتاج إلى من يهتم بك تمام كما يحتاج منك الضعيف الآن.